طيب رجعنا برضو بالصور بتاعتكم، هنكمل الصور اللي وصلتنا في البوست اللي فات كلها عشان صحابنا ما يزعلوش، كانوا دايما يقولوا صورتي فين ما اتعرضتش. هنعرض الصور اللي اتبعتت لنا في البوست اللي فات كلها ان شاء الله النهارده. جوري انت كنت شاطره جدا 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 في تتكلم عربي، كنت اشطر واحده بصراحه يعني. الفريق ده هو اللي فاز، بس انت كنت شطوره خالص، انت كنت بتساعدي الفريق كله، انا مبسوطه بيكي. دلوقتي بقى احنا معادنا مع ايه؟ مسابقة تعرف ولا لا؟ دي اصحابنا اللي في البيوت هم اللي هيكلمونا واحنا اللي هنسالهم، اتفقنا؟ كل واحد فيكم معاه سؤال ومعاه نجمه بلون مختلف، واصحابنا اللي هيكلمونا كل واحد فيهم هيختار لون، فاللون ده من الالوان اللي معاكم، فصاحب اللون هيقول السؤال اللي عنده، تمام؟ تمام. مش هنقول الاجابه، لو عارفين الاجابه مش هنقولها، هم اللي هيقولوا، اتفقنا؟ تمام. ماشي يلا بينا، اول تليفون معانا من زياد، الو. الو. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كام سنة؟ 12. 12 سنة؟ حلوة قوي. بتكلمنا منين يا زيزو؟ محافظة السويس. الله، السويس الباسلة العظيمة، جميلة السويس، جميلة، بلد جميلة. طب قولي يا زياد، مستعد للسؤال؟ إن شاء الله. يلا بينا. هتختار لون إيه؟ النجوم كده كلها قدامك أهي، أسود وأزرق وبينك وأخضر وبرتقاني وذهبي، هتختار إيه؟ ذهبي. ذهبي. اوكي يلا يا جويريه قولي لنا السؤال. تعرف ساعة بيج بان موجودة فين؟ تعرف ساعة بيج بان موجودة فين؟ ها؟ ألمانيا. لا، بيج بان معروفة. معاك 30 ثانية عموما، يلا فكر. لندن. لندن. لندن، صح كده؟ لندن. برافو. عليك يا زياد. شطور يا زيزو، برافو عليك. حنين أختك عايزة تشارك معانا؟ يلا اديها لي. ادم. يا حنين ازيك؟ الحمد لله. اسمك جميل. شكرا. عندك كام سنة؟ 9. 9 سنين. يلا يا حنين، مستعدة للسؤال؟ هتختاري لون ايه؟ بامبي. بامبي البينك. يلا يا مريومة قولي السؤال اللي معاكي. اللتر فيه كام ملي لتر؟ ها؟ اللتر فيه كام ملي لتر؟ ملي لتر، اوكي. اللتر فيه كام ملي لتر؟ ها؟ مش سامعة. اللتر فيه كام ملي لتر؟ ألف. أيوة. يلا فاضل 20 ثانية. ألف. بيقولوا لك صح. أيوة، برافو. ألف صح. شطورة شطورة. شكرا يا زياد وشكرا يا حنين، وكلمونا تاني يا حبايبي. معانا دلوقتي ملك. ألو. أيوة يا ملوكة، ازيك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا ماما سلمى. وانا بحبك يا ملوكه. عندك كام سنه؟ عندي 12. 12 سنه كمان، تمام. دلوقتي فاضل معانا اسود وازرق وبرتقاني واخضر، هتختاري ايه؟ برتقاني. برتقالي. يلا يا جوري. ايه هو الحيوان اللي ما بيشربش ميه ابدا؟ اوه ايه ده؟ الحيوان اللي ما بيشربش ابدا؟ ما بيشربش ميه ابدا. دي معلومه جديده دي. الضفدع؟ لا. فكري فكري. السلحفاة؟ لا، خلي بالك شكله مميز كده و ها؟ السمك؟ السمك؟ ده عايش في المية. لا. ها هفكري. طب بصي، هو شكله مميز كده وبيشيل ابنه كده قدامه. الكنغر؟ ايوه، برافو عليك. الكنغر او الكنغر، برافو عليك، شطورة. دي معلومة جديدة عليا على فكرة، ما كنتش أعرفها، مش شبيه خالص. يا نهار أبيض، إيه ده؟ طيب مريم. اديها لي يلا. الو. ايوه يا مريومة، ازيك؟ الحمد لله كويس. عندك كام سنة؟ 12. 12؟ انتوا توأم؟ ما شاء الله. اوكي يا مريومة، يلا هتختاري اخضر ولا اسود ولا ازرق؟ اسود. اسود. اوكي يوسف. ايه هي افضل دولة سياحية في قارة افريقيا؟ ايه هي افضل دولة سياحية في قارة افريقيا، او اهم دولة سياحية في قارة افريقيا؟ السعودية. هي اصلا السعودية مش في افريقيا مبدئيا، يعني في اسيا، لكن ركزي بس، افضل دولة سياحية فيها لوحدها تلتين اثار العالم. ها؟ مصر. ايوه مصر طبعا. أيوة. مصر. ايه نعتز كده ببلدنا ونعرف اهميتها وقوتها كمين. وجمالها. معانا دلوقتي جنى. بشكر ملك ومريومه، وكلمونا تاني يا جنى. الو.
ايوه يا جنجونه ازيك؟ الحمد لله. صباح الفل. صباح النور. عندك كام سنه؟ 11 سنه. طيب بصي بصي يا جنى، معانا ازرق واخضر، هتختاري ايه؟ اخضر. اخضر. يلا يا مازن قول لنا السؤال. يا مازن، تعرف تحسب مسافة المثلث؟ مساحة. تعرفي تحسبي مساحة المثلث؟ مساحة المثلث بنحسبها ازاي؟ اتفضل يا عزيز. مساحة المثلث بتتحسب ازاي؟ طول في عرض؟ لا مثلث. ها مثلث. بس متساوي الساقين ولا متساوي الأضلاع؟ متساوي الأضلاع. متساوي الأضلاع. أيوه. يعني تلاتة ضربة. نص القاعدة ارتفاع؟ نص طول القاعدة في الارتفاع. برافو برافو. دكتورة دكتورة. برافو برافو برافو. طه نق تربية. شطورة يا جنى. برافو عليكي انك لحقتي الوقت. عندك اخوات يا جنى؟ اه. عايزين يشاركوا معانا؟ اه. اه طبعا يلا اديهم لي. اسمهم ايه طيب؟ إيمان وحلا. إيمان وحلا. إيمان وحلا. خلاص يبقى سؤال واحد ليهم هما الاثنين. ألو. ألو. يخلصي؟ أنتِ مين؟ إيمان. إزيك يا إيمان، عندك كام سنة؟ 6. يخلصي؟ أنتِ لذيذة خالص، أمال حلا عندها كام سنة؟ 4. يا أنتوا صغنانين خالص. بتحبوا البرنامج؟ أه. بتحبوا بنتخ؟ قلبي تعسر جدا يا حلا. طب اديني حلا بقى سلم عليها يلا. حلا. الو. الو. يا حلا. ازيك يا حلا؟ كويسه. يا خلاص انت جميله، انت حلوه يا حلا والله. اختاري لون. اسمع على مسمى. اللون اللي فاضل. حبايب، هو جنى وايمان وحلا كانوا بيكلمونا من الاسماعيليه. الله، مدن القناه عايزين بورسعيد بقى عشان نبقى كملنا مدن القناه. معانا مين؟ مايا. يا مايا صباح الفل. صباح النور يا ماما سلمى. عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. 10 سنين. وبتكلمينا منين؟ من اسكندريه. الله، ايه ده، البحر متالق النهارده. يعني كل اللي بيكلمونا النهارده مدن ساحليه، دي حاجه جميله قوي. يا مايا، عايزه اطلب من حضرتك طلب. اه اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه اسلم على اسر ابن خالته يارا. سلمي عليه يلا، قولي له بسلم. وكمان عايزه حضرتك تقولي له انا بحبك قوي يا اسر، ان هو بيتابع حضرتك على طول. طبعا بحبك قوي يا اسر. وشكرا يا مايا، ده انت جميله خالص والله. قلبي. شكرا. بصي يا مايا، فاضل معانا اللون الازرق، تمام؟ تمام. اسمعي بقى السؤال بتاعك يلا. يلا يا ملوكه. فاكهه نقرا. فاكهه من ثلاث حروف. نقراها من اليمين زي ما نقراها من الشمال. ماشي. فاكهه من ثلاث حروف بنقراها من اليمين زي ما بنقراها من الشمال. ها فكري. سهله. برافو. خوخ. برافو. في فاكهه ثانيه جت في دماغي والله. شاطره، برافو عليكي. صح. في فاكهه ثانيه حد عارفها؟ تين. لا، بنقراها من اليمين زي ما بنقراها من الشمال. توت. صح، برافو عليكم شاطرين. ايوه. فيروز، عايزه اختي عايزه تكلم حضرتك. فيروز. فيروز. اه يلا. أوه. طبعا اساميهم حلوه قوي. الو. ازيك. ازيك يا فيروزه. ازيك حضرتك؟ انت عندك كام سنه؟ عندي 5 سنين. يا خلاصي جميله خالص يا فيروز، واسمك جميل. اسلم على بنت. يلا بنت اسلم عليها. ازيك يا فيروز، انا بحبك قوي. قلبي تعسر جدا يا فيروز. أسلم على خالتي إسر. نعم؟ أسلم على إسر. برضو أسر؟ سلمي على إيه؟ هو أسر؟ هو أنت ما تسلموش عليه في البيت ليه؟ طيب. هو أسر فين؟ عايش فين أسر؟ يا أسر، مايا وفيروز بيسلموا عليك، وأنا كمان بسلم عليك. شكراً أوي يا فيروز.